مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص مع سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد. شكرا للاستضافة سيادة الرئيس، علما بأنه آخر حوار لسيادتكم مع الإعلام السوري كان منذ سنوات، لذلك لدينا الكثير من الأسئلة. سنبدأها بالسياسي ومن ثم ننتقل إلى الوضع الداخلي السوري. أهلا وسهلا بك، ولنتحدث كما هي العادة بصراحة كاملة. تحية طيبة مشاهدينا، وتحية لكم سيادة الرئيس، وشكرا على هذه الاستضافة. ملفات سياسية ضاغطة شوي، رح نبدأ بالسياسة. سيادة الرئيس، الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وشكرت كل من روسيا، سوريا، العراق، الأتراك والأكراد للمساعدة في عملية قتل البغدادي. شكر ترامب سوريا سيادة الرئيس، ولم نسمع تعليق من دمشق. ما تعليقكم على شكر ترامب لسوريا؟ هل ساهمت فعلا سوريا في هذه العملية؟ على الإطلاق لم نسمع بهذا الموضوع سوى من الإعلام. ربما يكون الهدف من وضع عدد من الدول والجهات المساهمة في هذه العملية لإعطائها مصداقية، وبالتالي هذه الدول ستشعر بأنها ليست محرجة، ولكن لديها رغبة أن تكون جزء من عملية عظيمة كما حاولوا تصويرها، وبالتالي سيعطى لها يعني نوع من الرصيد لنقل بمكافحة الإرهاب. لسنا بحاجة لهذا الرصيد، نحن من يكافح الإرهاب. لم يكن لنا أي علاقة، لا يوجد أي تواصل بيننا وبين أي مؤسسة من المؤسسات الأمريكية. والأهم من كل ذلك، لا نعرف إذا كانت العملية حقا حصلت أم لا. يعني لا يوجد طائرات على الرادارات. لماذا لم تعرض جثة البغدادي كما يقول بقايا؟ هذا نفس سيناريو ابن لادن. بالمقابل، إذا كانوا سيستخدمون حجج مختلفة لعدم إظهارها، سنعود لعملية القبض على الرئيس صدام حسين عندما عرضوها من الألف إلى الياء ووضعوا صوراً وفيديوهات له بعد عملية القبض، وعندما قاموا بقتل أبنائه بعد عدة أشهر عرضوا الجثث كما هي. لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن عملية ابن لادن واليوم عن عملية أبو بكر البغدادي؟ هذا جزء من الخدع الأمريكية. علينا ألا نصدق كل ما يقولونه إلا إذا أتى بالدليل. السياسي الأمريكي متهم حتى يثبت العكس، وليس بريء حتى يثبت العكس. سيادة الرئيس، عمليا إن كان فعلا قتل البغدادي، هل يعني هذا نهاية تنظيمه، أم أنه هناك كالعادة قادة جدد، تنظيمات جديدة يجري إعدادها عندما تحترق أوراق من سبقها؟ أولاً، البغدادي يمثل داعش، وداعش تمثل فكر، هو الفكر الوهابي المتطرف، وهذا الفكر عمره الآن أكثر من قرنين من الزمن. طالما أن هذا الفكر لم ينتهي ولم يتراجع، فهذا يعني بأنه لن يكون هناك تأثير لموت البغدادي أو حتى لموت داعش كلها يعني على هذا الفكر المتطرف. هذا بالنسبة للفكر. أما بالنسبة للبغدادي كشخص، معروف أنه كان بالسجون الأمريكية في العراق، وهم أخرجوه لكي يلعب هذا الدور. فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل بأي لحظة وبأي وقت. هل يا ترى هو فعلا قتل؟ هل يا ترى قتل ولكن بطريقة مختلفة، طريقة عادية جدا، أو أنه اختطف، أو أنه أخفي، أو أنه تبدأ بعملية تجميل؟ الله أعلم. يعني بالنسبة للسياسة الأمريكية لا تختلف عن هوليوود، تعتمد على الخيال، خيال ليس علمي، مجرد خيال. تستطيع أن تذهب بالسياسة الأمريكية وترينها الآن في هوليوود، وتستطيع أن تأتي بهوليوود إلى السياسة الأمريكية. أعتقد بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع هو خدع. سيعاد إنتاج البغدادي باسم آخر وبشخص آخر، وربما يعاد إنتاج داعش كلها حسب الحاجة تحت عنوان آخر، ولكن يبقى الفكر نفسه والاستخدام نفسه والمدير هو نفسه الأمريكي. أثيرت تساؤلات في الشارع حول الاتفاق الروسي التركي، خاصة البند المتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن في منطقة العدوان التركي، تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومتر. ما فهمه البعض أنه شرعنة للاحتلال التركي، خاصة أن الاتفاق لم يتطرق لأي دور سوري أو دور لسوريا ضمن هذه المناطق التي تم الحديث عنها. ما ردكم على ذلك؟ أولا، المبادئ الروسية واضحة خلال هذه الحرب، قبل أن يكون هناك قاعدة روسية تدعم الجيش السوري،
في عام 2015 تستند إلى القانون الدولي، إلى سيادة سوريا، إلى وحدة الأراضي السورية. هذا الموضوع لم يتغير لا قبل ولا بعد ولا بتغير الظروف، ولكن السياسة الروسية تعتمد على التعامل مع الأمر الواقع. فهذا الأمر الواقع حقق شيئين: أولا سحب المجموعات المسلحة من الشمال إلى الجنوب بالتنسيق مع الجيش السوري، وبالمقابل صعود الجيش السوري شمالا إلى المنطقة التي لا يحتلها التركي، وهذا بحد ذاته أو كلا الأمرين هو أمر إيجابي، لا يلغي سلبية الوجود التركي ريثما يتم إخراج التركي بطريقة أو بأخرى. فهذا الاتفاق هو اتفاق مؤقت ليس دائم، يعني نأخذ مثال مناطق خفض التصعيد بمرحلة من المراحل، اعتقد البعض بأنها دائمة وأنها ستلقي الحق للإرهابيين بالوجود في مناطقهم إلى ما لا نهاية. لا، الحقيقة كانت فرصة تحمي المدنيين من جانب، توجد فرصة للتحاور مع الإرهابيين من أجل إخراجهم لاحقا. فعلينا أن نفرق بين الأهداف النهائية أو الاستراتيجية وبين التكتيك. على المدى بالمدى المنظور هو اتفاق جيد، هذا من جانب. من جانب آخر دعني أوضح لماذا جيد، وهو الجانب الآخر. أولا دخول التركي بغض النظر عن أنه يعبر عن مطامع تركية سيئة، فهو أيضا يعبر عن رغبة أمريكية. التركي لديه مطامع، والعلاقة الروسية انطلاقا من المبادئ وانطلاقا من المصالح الروسية هي علاقة جيدة، لأنها تلجم الأطماع التركية. هذا من جانب. جانب آخر، تقطع الطريق على اللعبة الأمريكية المطلوبة في الشمال. لأوضح هذا الموضوع، المقترح الألماني الأخير الذي تم تأييده مباشرة من قبل الناتو، يعني الألماني لن يصرح إلا باسم أمريكا والناتو هو أمريكا، فتحدث عن إعادة الأمن لهذه المنطقة برعاية دولية، يعني أيضا تكريس خروج هذه المنطقة من تحت سيطرة الدولة السورية وتكريس التقسيم. فإذا الروسي بهذا الاتفاق لجم التركي، قطع الطريق على الأمريكي، وقطع الطريق على دعوة التدويل التي طرحها الألماني. لذلك نحن نقول بأن هذا الاتفاق هو خطوة إيجابية، لا تحقق كل شيء، بمعنى أنه دخل التركي وفجأة خرج التركي، ولكن تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير هذه المنطقة في القريب الذي نتمنى أن يكون قريب إن شاء الله. بما أنكم سيادة الرئيس تحدثتم عن أنه مؤقت، وصفتم الاتفاق بالمؤقت، لكن تركيا كما عرفناها لا تلتزم بالاتفاقات، لا تلتزم بأي شيء. بناء على ذلك السؤال: ماذا لو بقيت تركيا تحتل المناطق التي سيطرت عليها خلال العدوان الأخير؟ أنتم ذكرتم مرارا بأن الدولة السورية ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن نفسها. عمليا ألم يكن الاتفاق الروسي التركي منع عملياً قدرة محاولة استخدام هذه الوسائل؟ لنأخذ مثال آخر هو إدلب. هناك اتفاق من خلال أستانا بأن يخرج التركي ولم يلبيه، ولكننا نقوم بتحرير إدلب. كان هناك تأخير لمدة عام، أعطيت العملية السياسية والحوارات السياسية والمحاولات المختلفة لإخراج الإرهابيين، يعني أعطيت كل شيء، يعني استنفذت كل الفرص، وبالنهاية قمنا بالتحرير طبعا التدريجي من خلال العملية العسكرية. نفس الشيء سيحصل في المنطقة الشمالية بعد أن تستنفذ كل الفرص السياسية، مع الأخذ بالاعتبار بأن أردوغان كان يهدف من البدايات، من بداية الحرب، خلق مشكلة بين الشعب السوري والشعب التركي كي يكون هو شعب عدو، وهذا يحصل من خلال صدام عسكري، لأن الجيش التركي في بدايات الحرب كان مع الجيش السوري وكان يتعاون معنا إلى أقصى الحدود، إلى أن قام أردوغان بالانقلاب عليه. لذلك العمل بهذا الاتجاه مع الحرص على أن لا تكون تركيا دولة عدو. الآن أردوغان ومجموعته هم عداء، لأنه هو يقود هذه السياسات، ولكن حتى الآن القوى السياسية في تركيا بمعظمها هي ضد سياسات أردوغان. فعلينا أن نكون حريصين أن لا نحول تركيا إلى عدو، وهنا يأتي دور الأصدقاء، الدور الروسي والدور
الإيراني. إذا سمحتم لي استكمالا للفكرة سيادة الرئيس، الإجراءات التي قام بها التركي بالفترة الماضية وأردوغان تحديدا، التتريك، بناء الجامعات، فرض لغات معينة، هذه إجراءات لمن لا يفكر بالخروج استكمالا للفكرة، بما أنه سيادتكم تحدثتم عن أنه سيخرج عاجلا أم آجلا، ماذا عن هذه الإجراءات؟ ولو كان يفكر بالخروج لكان خرج من إدلب. طبعا قد تقولي لا يوجد جيش، بمعنى الجيش في إدلب، نحن مساحة واحدة، مساحة سوريا هي ساحة واحدة أو مسرح عمليات واحد، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال التركي هو الوكيل الأمريكي بهذه الحرب، وفي كل مكان حاربنا كنا نحارب الوكيل التركي، فعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب، هذا شيء بديهي. ولكن أنا أقول بالمدى المنظور علينا أن نترك المجال للعملية السياسية بإشكالها المختلفة، إن لم تعطي نتائج فهذا عدو ستذهب إلى الحرب، لا يوجد خيار آخر. رغم ذلك قال البعض بأنه الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري وبدء العدوان، يعني بعد ذلك بدأ العدوان التركي ومن ثم جاء الاتفاق الروسي التركي، كل ذلك جاء في سياق اتفاق أمريكي روسي تركي، ما قولكم؟ هذا الكلام أريد منه إظهار بأن الروسي كان راض عن الدخول التركي، أو أنه يعني يريد أن يغض النظر. الحقيقة لا، هو كان قلق منذ يعني أكثر من عام من جدية هذا الطرح، وكلنا كان يعلم بأن الطرح التركي جدي، ولكنه كان مليون بحكم الأوامر أو الرغبة الأمريكية. وربما يأخذ البعض يعني على الروس المأخذ الذي أدى لهذه النتيجة هو موقفهم بالأمم المتحدة. كما قلت قبل قليل، الروس يتعامل من خلال التعامل مع الوقائع، وبالتالي يحاول أن يهيئ كل الظروف السياسية من أجل تمهيد الطريق للخروج من سوريا وتمهيد الطريق للجم الأضرار التركية أو الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر من خلال احتلال المزيد من الأراضي. لكن بكل تأكيد الروسي لم يكن جزء من هذا الاتفاق. الاتفاقات الروسية دائما معلنة، الاتفاق بينه وبين تركيا أعلن مباشرة بالإعلام بكل بنوده، الاتفاق بيننا وبين الأكراد بوساطة روسية وبدعم روسي كان أيضا معلن منذ اللحظة الأولى. لا يوجد أشياء مخفية في السياسة الروسية، وهذا شيء مريح جدا بالنسبة لنا. لكن اللقاءات الأمريكية التركية غير معلنة، قلتم كثيرا بأنه هدف أردوغان أو المنطقة العازلة كانت الهدف الأول لأردوغان منذ اليوم الأول للحرب على سوريا. الرئيس أوباما كان يرفض هذه المنطقة العازلة، اليوم نشهد ربما إجراءات، هل هذا يعني أن أوباما أفضل من ترامب؟ لا، علينا ألا نراهن على أي رئيس أمريكي. أولا بالنسبة لأردوغان أن يتحدث بأننا قررنا أن ندخل وأبلغنا الأمريكيين، يعني يحاول الظهور بمظهر الدولة أو العظمى، أو يحاول الظهور بمظهر صاحب القرار، هذه كلها مسرحية بينه وبين الأمريكيين. في البداية لم يسمح لأي جهة بالتدخل، لأنهم كانوا يعتبرون أي الأمريكيين والغرب بأن المظاهرات سوف تنتشر وستحسم الموضوع. لم تحسم الموضوع، لم تتوسع كما يريدون، فانتقلوا للسلاح. لم يحسم السلاح الموضوع، انتقلوا للمجموعات المتطرفة الإرهابية بعقيدتها المجنونة، أنا أستطيع أن أقول، التي ستحسم عسكريا هذا الموضوع. لم تتمكن. هنا كان دور داعش في عام 2014 في الصيف لكي تشتت جهود الجيش العربي السوري، وتمكنت من تشتيت قواتنا العسكرية. هنا كان الدخول الروسي، عندما فشلت كل الرهانات على الساحة الميدانية كان لابد من الدخول التركي لقلب الطاولة، هذا هو دوره. أما بالنسبة لترامب، قد تسألني سؤال وأعطيك جواب قد يبدو غريبا، أقول لك هو أفضل رئيس أمريكي. لماذا؟ ليس لأن سياساته جيدة، ولكنه لأنه الرئيس الأكثر شفافية. كل الرؤساء الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل الجرائم ويأخذون جائزة نوبل ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان وعن القيم الأمريكية الراقية والفريدة والقيم الغربية بشكل عام،
ولكنهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الذين يمثلون ويعبرون عن مصالح اللوبيات الأمريكية وهي الشركات الكبرى، السلاح والنفط وغيرها. طبعا بيتحدث بكل شفافية، يقول نحن نريد النفط، هذه حقيقة السياسة الأمريكية على الأقل ما بعد الحرب العالمية الثانية. نحن نريد أن نتخلص من فلان، نحن نريد أن نقدم خدمة مقابل المال، هذه هي حقيقة السياسة الأمريكية. ماذا نريد أفضل من خصم شفاف؟ فلذلك لا، الفرق هو شكلي، الحقيقة واحدة. نعم. قائد ميليشيا قصد المنحلة مظلوم عبدي كانت له تصريحات صحفية تحدث فيها بأنه ترامب، الحديث عن ترامب ما زلنا، وعدهم قبل الانسحاب بالتواصل مع الروس لإيجاد حل القضية التركية عبر الاتفاق، بناء على التصريحات بين للقضية الكردية عفوا، عبر الاتفاق بين كل من الروس والدولة السورية لإعطاء الكرد فرصة للدفاع عن أنفسهم. فعلا حصل هذا الاتفاق سيادة الرئيس؟ وما مصير المناطق غير الحدودية في منطقة الجزيرة السورية، المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات مسلحة تحت مسمى قسد؟ هل هذه المناطق عمليا سلمت للدولة السورية؟ وإن كانت سلمت بأي شكل، هو فقط عسكري بالمعنى الأخير؟ عودة مؤسسات الدولة السورية إلى هذه المناطق حصل؟ تقصدين اتفاق أمريكي كردي؟ الأمريكي وعد الأكراد بأنه اتفاق. سيحل قضيتهم عبر أنه يؤثر على الروسي ليتفاهم مع الدولة السورية حتى يعطيهم فرصة ليدافعوا عن أنفسهم. ماذا يقول الأمريكي بغض النظر عن حقيقة الاتصال أم لا؟ كما قلت قبل قليل، كل ما يقول الأمريكي ليس له مصداقية، سواء قاله لعدو أو لصديق النتيجة واحدة لا يعول عليه. لذلك لا نضيع وقتنا بهذه النقطة. الاتفاق الروسي الوحيد مع الأكراد هو كان ما تحدثنا عنه عن دور روسي لكي يكون هناك اتفاق كردي أو مع المجموعات الكردية، لكي لا نقول كردي، هذا الكلام غير دقيق، لا نستطيع أن نتحدث عن شريحة، المجموعات التي تسمي نفسها قسد مع الجيش السوري من أجل دخول الجيش السوري. طبعا لا يمكن أن يدخل الجيش السوري فقط من أجل القيام بعمل أمني عسكري بحت. دخول الجيش السوري هو تعبير عن دخول الدولة، ودخول الدولة يعني الدخول بكل أو بكافة الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة. هذا الاتفاق حصل، وصلنا لأغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل. ما زال هناك عقبات تظهر، نتدخل لأنه لدينا علاقات مباشرة وقديمة من قبل الدخول التركي مع هذه المجموعات، تحصل استجابة أحياناً لا تحصل استجابة في مكان آخر، ولكن بكل تأكيد سيتم الدخول السوري أو الجيش العربي السوري بالتزامن مع دخول الخدمات كاملة، يعني عودة سلطة الدولة كاملة. أعود وأقول، أولاً هذا الشيء يحصل تدريجياً، ثانياً نحن لا نعيد السلطة كما كانت سابقاً بشكل مباشر، هناك حقائق على الأرض بحاجة لمعالجة تأخذ زمن، هناك حقائق شعبية استجدت خلال غياب الدولة، هناك مجموعات مسلحة، أن ننتظر منها تسليم السلاح مباشرة؟ لا، لم نطلب منهم هذا الشيء. يعني أيضاً نحن سياستنا يجب أن تكون تدريجية وعقلانية وتأخذ بالاعتبار الوقائع، لكن الهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق وهو سيطرة الدولة كاملة. بعد كل ما حصل، يعني قاموا باستهداف الدولة السورية، مواطنيها، استهداف الجيش العربي السوري، وأيضا كل سنوات الحرب كان هناك دور سيء وارتهان واضح للأمريكي، بعد كل هذا سيادة الرئيس، هل نحن كسوريين قادرين أن نعود للعيش مع الأكراد سوية؟ لكي نكون دقيقين، هذا الموضوع يطرح بشكل مستمر ويطرح أحيانا بجلسات الخاصة نفس الكلام، وأنا أعرف أنكم تنقلون دائما ما يطرح بغض النظر أحيانا عن القناعات الشخصية. ما حصل هو تشويه للمفاهيم خلال هذه الحرب، أن نقول بأن هذه الشريحة تتصف بهذه الصفة سلبية أو إيجابية هو كلام غير موضوعي، وأيضا غير عقلاني، وأيضا غير وطني. كان هناك من الأكراد أشخاص أخذوا موقع العميل والمرتهن الأمريكي صحيح، ولكن أيضا لدى العرب كان هناك حالات مشابهة في منطقة الجزيرة وفي باقي المناطق في سوريا،
وهذا ينطبق على ربما معظم الشرائح في سوريا. فالخطأ الذي حصل أن مجموعة من الأكراد الذين قاموا بهذا العمل وضعوا أنفسهم نواباً عن ليس فقط الأكراد وإنما عن العرب أيضاً والآخرين، كل الشرائح المختلفة الموجودة في منطقة الجزيرة. وأتى الأمريكي من خلال دعم السلاح والدعم بالأموال، طبعاً ليس من قبل الأمريكي الذي يأتي من بعض دول الخليج العربية، ليكرس سلطة هؤلاء على كل الشرائح. فأصبحنا نعتقد بأن كل من هو موجود هناك هو من الأكراد. لا، علينا أن نقول بأن التعامل هو الآن هو مع هذه الأحزاب. أما الأكراد فمعظم الأكراد كانوا دائماً على علاقة جيدة مع الدولة السورية، وكانوا دائماً يتواصلون معنا ويطرحون أفكاراً وطنية حقيقية. وفي بعض المناطق التي دخلنا إليها كان رد فعل الأكراد لا يقل إيجابية وفرحاً وسعادة عن باقي الشرائح. فهذا التقييم هو غير دقيق. نعم، بكل بساطة نستطيع أن نعيش مرة أخرى، وإذا كان الجواب لا فهذا يعني بأن سوريا لن تكون مستقرة في يوم من الأيام. لكن ما هي المشكلة مع الأكراد سيادة الرئيس حتى قبل الحرب؟ نعم، أين تكمن المشكلة معهم؟ هذه المجموعات منذ عقود مع أننا وقفنا معها وكنا ندفع الثمن في سنة 98 بصدام عسكري مع تركيا بسببها، ولكن كنا نقف معها انطلاقا من الحقوق الثقافية لهذه المجموعات أو لهذه الشريحة. ماذا تتهم الدولة السورية؟ تتهم الدولة السورية بأنها شوفينية، وتتهم أحيانا حزب البعث بأنه حزب شوفيني، مع أن موضوع الأحصاء الذي تم في عام 1962 لم يكن حزب البعث موجود في السلطة، بأننا نحرم هذه الشريحة من حقوق ثقافية. دعنا نفترض بأن هذا الكلام صحيح، هل يمكن أن أكون أنا كشخص منفتح ومنغلق بنفس الوقت؟ لا يمكن. هل يمكن أن تكون الدولة متسامحة أو منفتحة بنفس الوقت ومنغلقة أو غير متسامحة أو غير منفتحة بوقت واحد؟ هذا الكلام غير ممكن. لنأخذ مثال، من هي آخر شريحة انضمت للنسيج السوري؟ هي الأرمن. طيب، الأرمن أولا كانت شريحة وطنية بامتياز، هذا موضوع أثبتته الحرب بشكل قاطع. وبنفس الوقت هذه الشريحة لديها جمعيات خاصة، لديها كنائس خاصة، والأكثر حساسية لديها مدارس خاصة. وإذا حضرت أي احتفال أرمني، عرس أو غير عرس، وأنا كنت أحضر، لدي أصدقاء في مراحل سابقة، يغنون أغانيهم التراثية، ولكن بعدها يغنون الأغاني الوطنية ذات البعد السياسي. طيب، ما هل هناك حرية أكثر من ذلك؟ وهذه الشريحة هي أقل شريحة من أرمن العالم ذابت في المجتمع، هي اندمجت ولكنها لم تذوب، حافظت على كل خصائصها. طيب، لماذا نكون منفتحين هنا وغير منفتحين هناك؟ لأن هناك طروحات انفصالية، هناك خرائط تسوق بأن هذه كردستان سوريا وهي جزء من كردستان الكبرى. هذا حقنا، من حقنا أن ندافع عن وحدة أراضينا وأن نكون حذرين من الطروحات الانفصالية. ولكن لا يوجد لدينا مشكلة مع التنوع السوري، بالعكس، التنوع السوري هو تنوع جميل وهو تنوع غني، وهذا الغنى يعني قوة، لا ننظر بشكل مخالف. ولكن الغنى والتنوع شيء، والتقسيم والانفصال وتفتيت البلد شيء آخر، شيء مناقض. هذه هي المشكلة. استكمالاً سيادة الرئيس لفكرة العيش مع بعض، يعني مر في جوابكم أنه يجب أن نعيش مع بعض بالنهاية. فكرة العيش مع بعض ليس فقط المشكلة بالنسبة للمكون الكردي، طب ما في مجاميع بشرية موجودة في مناطق متعددة كانت خارج كنف الدولة السورية لسنوات في الفترة الماضية. ماذا عن هؤلاء؟ كيف، ما هي خطة الدولة بشأنهم ليعودوا فعلا لفكرة هذا العيش المشترك، خاصة الأطفال منهم؟ الأطفال، يعني هنا نتحدث عن جيل سوريا القادم، ما هي الخطة بشأنها؟ فعلياً المشكلة مع الأطفال بالدرجة الأولى ومع جيل الشباب بالدرجة الثانية، يعني عدة مشاكل. واحدة منها أن هذا الجيل لا يعرف ماذا تعني دولة وقانون، لم يعيش في كنف الدولة وإنما عاش في كنف مجموعات مسلحة.
لكن تأثير الأسوأ والأخطر هو على الأطفال منهم، الذين البعض منهم لم يتعلم اللغة العربية في بعض المناطق، البعض منهم تعلم مفاهيم خاطئة، قد تكون مفاهيم متطرفة أو مفاهيم ضد الدولة أو مفاهيم ضد الوطن وغيرها من المفاهيم التي طرحت خارجيا وكرست له في مناهج رسمية. هذا الموضوع كان هو الحديث الأساسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة خلال الأيام القليلة الماضية، لأن دخول الجيش السوري على مناطق واسعة دفعة واحدة في المناطق الشمالية أظهر هذه المشكلة، ولكن على نطاق واسع. فالآن هناك وزارات، خاصة وزارة التربية وأيضا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، يقومون بدراسة هذا الموضوع، وأعتقد سيصدر بيان وحل ولو بالعموميات بالمرحلة الأولى، ولاحقا تتبعه إجراءات إدارية من أجل استيعاب كل هؤلاء في نظام الدولة السوري. يعني من سيدخل إلى العسكرية؟ من سيلتحق بالشرطة؟ من سيتابع دراسته بالمدارس؟ شخص أصبح عمره مثلا 12 عاما، كيف نتعامل معه ولا يعرف شيئا من هاي السوري؟ لابد أن يتابع بالمنهاج السوري الوطني. نفس الشيء لمن هم كانوا في المرحلة الابتدائية. فأعتقد بأن الحل هو أن نستوعب الجميع ضمن المنظومة الوطنية، ولكن لابد من إجراءات خاصة من أجل إعادة دمجهم بهذه المنظومة. أعتقد خلال أيام ربما نكون أمام تصورها. بالعودة للسياسة وللولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، الرئيس دونالد ترامب أعلن عن نيته إبقاء عدد محدود من جنوده في سوريا، مع إعادة نشر عدد منهم على الحدود الأردنية وحدود العدو الإسرائيلي، فيما يتولى عدد آخر حماية حقول النفط. ما موقفكم من هذا الكلام سيادة الرئيس، وكيف سيكون رد الدولة السورية على هذا الوجود الغير شرعي؟ بغض النظر أيضا عن هذه التصريحات، بالواقع الأمريكي محتل، هو موجود سواء وجد شرقا أم شمالا أم جنوبا، النتيجة واحدة. ومرة أخرى أقول لا نأخذ على تصريحاته، لكن الآن نتحدث عن الواقع. كيف تتعامل مع هذا الواقع عندما تصل لمرحلة تقول بأنني انتهيت من باقي المناطق؟ كما قلت هناك أولويات عسكرية، عندما ننتهي من هذه المناطق حسب الأولويات ونصل لتحرير المنطقة فيها الأمريكي، لن أمارس العنتريات وأقول بأننا سنرسل الجيش لمواجهة أمريكا. نحن نتحدث عن دولة عظمى، هل لدينا الإمكانيات؟ أعتقد بأن هذا الكلام واضح بالنسبة لنا كسوريين. هل نذهب باتجاه المقاومة؟ إذا كان هناك مقاومة سيكون مصير الأمريكي كما حصل في العراق، ولكن كلمة مقاومة بحاجة لحالة شعبية نقيض العمالة، حالة شعبية وطنية تقوم هي بعملية المقاومة. والدور الطبيعي للدولة في هذه الحالة هي أن تهيئ كل الظروف وأن تهيئ كل الدعم لأية مقاومة شعبية تحصل ضد المحتل. ولكن بعيدا عن العقلية الأمريكية الاستعمارية وعن العقلية التجارية التي تأتي لتستعمر منطقة من أجل المال والنفط وغيرها وغير ذلك، من غير المنطقة أن نتحدث عن كل هذه العوامل وننسى بأن العامل الأساسي الذي جلب الأمريكي وغير الأمريكي إلى هذه المنطقة والتركي هو سوري عميل، هو سوري خائن. فتعامل مع كل الحالات الأخرى هو تعامل مع الأعراض، يجب أن نتعامل مع الأسباب، يجب أن نتعامل مع هذا السوري ونحاول أن نعيد صياغة الوضع الوطني في المجتمع السوري، استعادة الوطنية واستعادة وحدة الرأي، وأن لا يكون هناك خائن سوري ووطني سوري، أن يكون السوري وطني، وتكون الخيانة ليست في ذلك الوقت مجرد وجهة نظر كخلاف على أي موضوع سياسي، أن نكون كلنا موحدين تجاه الاحتلال. عندما نصل لهذه الحالة أنا أؤكدك بأن الأمريكي سيخرج لوحده، لن يكون لديه فرصة للبقاء في سوريا، ولن يكون لديه القدرة، وهو دولة عظمى، على أن يكون موجود في سوريا. هذا الشيء ورأيناه في لبنان في مرحلة من المراحل، ورأيناه في العراق في مرحلة لاحقة. هذا ما أعتقد هو الحل السليم. كان لكم
جولة الأسبوع الماضي على خطوط النار في إدلب، فاجأتم بها السوريين وفاجأتم العالم بهذه الجولة. ذكرتم خلال حديثكم مع جنود الجيش العربي السوري في هذه الجولة بأن بناء على كلامكم المعركة في الشرق، لكن إدلب هي مخفر متقدم للعدو في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري. البعض اعتبر أن هذه الزيارة هي إشارة انطلاق أو بدء ساحة الصفر لمعركة إدلب القادمة، هي فعلا كذلك؟ لا، لم يكن هناك أي ربط بين وجوده وبين ساعة الصفر. أولا، أنا أقوم بجولات من وقت لآخر في المناطق التي تعتبر مناطق ساخنة وخطرة، لأن هؤلاء الأبطال هم الذين يقومون بالمهمة الأصعب، ومن الطبيعي أن أفكر بزيارة هؤلاء تحديدا. فهذا شيء درجة العادة عليه بالنسبة لي، ولكن زيارة إدلب تحديدا كانت لأن ربما اعتقد العالم بأن كل الموضوع السوري الآن اختصر فيما يحصل في الشمال، وأصبحت القضية هي جيش تركي يدخل إلى الأرض السورية، ونسينا بأن كل من يقاتل في إدلب هم جيش تركي ولو كان اسمهم قاعدة وأحرار شام وغير هذا الكلام. وأنا أؤكد بأن هؤلاء أقرب إلى قلب أردوغان من الجيش التركي نفسه، فلذلك علينا ألا ننسى بأنه من الناحية السياسية وبالنسبة للموضوع التركي تحديدا المعركة هنا تبقى هي الأساس، ولأنها مرتبطة بمعركة المنطقة الشمالية الشرقية أو منطقة الجزيرة. هذا هو كان السبب لكي أؤكد على أن ما يحصل هنا على أهميته وعلى كبر مساحته لا يلهينا عن أهمية إدلب بالمعركة الشاملة. يعني تقولون سيادة الرئيس بأنه ليس هناك ربط بين وجودكم في إدلب وساعة الصفر، لكن هل هناك ربط بين وجودكم في إدلب وبين اللقاء الذي جرى في نفس اليوم بين تركيا وروسيا؟ الحقيقة عندما كنت هناك كنت قد نسيت تماما بأن هناك قمة في نفس اليوم. لم أكن أذكر، أعرف بأن هناك قمة ستحصل خلال أيام، وأعرف بأنها كانت يوم أعتقد الثلاثاء، ولكن عفوا سيادة الرئيس، تصريحاتكم أعطت انطباع بأنه أنتم يعني أو هو رفض استباقي أو ضد هذا اللقاء. بعض المقالات والتعليقات عطت شعور بالغضب، وبالتالي هذا الغضب هو غضب من القمة وأن هذه القمة هي ضدنا. الحقيقة أبدا على الإطلاق لم أكن غاضب، تصريحاتي ضد أردوغان تصريحات مستمرة، قلت لص وهو بدأ من الأيام الأولى بسرقة كل ما يتعلق بسوريا، فهو لص، أنا لم أشتمه، أنا أصفه، هي صفة، وهذا الوصف حقيقي. يعني من يسرق مصانع ومحاصيل وبالأخير أراضي، ماذا أسميه؟ يعني فاعل خير؟ هو لص، لا يوجد تسمية أخرى. وقبلها في خطابي في مجلس الشعب قلت بأنه أزعر سياسي، يعني هو يقوم بيمارس هذه الزعر السياسية على أوسع نطاق، يكذب على الجميع ويبتز الجميع وينافق وعلنا، يعني نحن لا نخترع صفة، هو يعلن نفسه بصفاته الحقيقية. فأنا قمت بعملية توصيف. أما بالنسبة للاتفاق فكما قلت قبل قليل، نحن نعتقد بأن الدخول الروسي في أي مكان يخدمنا، لأن المبادئ واحدة والمعركة واحدة، فدخول الروسي بكل تأكيد سيكون له نتائج إيجابية بدأنا نرى جزء منها. بالعكس تماما، نحن كنا سعداء بهذه القمة وسعداء بالعلاقة الروسية التركية بشكل عام، بعكس ما يعتقد البعض بأن الروسي يساير التركي. لا يهم إذا كان يساير أم لا، لا يهم إذا كان يلعب معه لعبة تكتيكية، المهم ما هي الاستراتيجية. فلذلك أستطيع أن أقول لا، أبدا لا علاقة بين تصريحاتي وبين القمة. سأبقى في موضوع إدلب ولكن من منطلق آخر أو من جهة أخرى. بيدرسون، غير بيدرسون المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كان له حديث مع في إحدى الصحف حول الوضع في إدلب، وصفه بالمعقد، وطالب، أنا سأذكر النقاط التي تحدث بها، طالب بحل يضمن أمن المدنيين وتناول مسألة وجود مجموعات إرهابية هناك، تحدث عن ضرورة تجنب عملية عسكرية شاملة، حسب رأيه لن تساهم بحل المشكلة بل ستكون لها تبعات إنسانية بالغة. ما رأيكم بهذا الكلام؟ وعمليا العملية فعلا ممكن أن تتأخر أو تتوقف بناء على ضغوطات أممية بناء على تلميحات بيدرسون؟ إذا كان بيدرسون لديه الأدوات والقدرة على حلها من دون
عملية عسكرية شاملة فهذا شيء جيد. لماذا لا يقوم بالحل إذا كان لديه تصور واضح؟ لا نمانع. والقضية بسيطة جدا، يعني يستطيع هو أن يذهب إلى تركيا ويقنع تركيا أن تقنع الإرهابيين أن تقوم بعملية فصل بين المدنيين والمسلحين. يجلس المدني في منطقة والمسلح في منطقة أخرى، والأسهل من ذلك إذا كان قادر أن يحدد هو من هو المسلح ومن هو غير المسلح. يعني حقيقة عملية مكافحة الإرهاب لا تتم بالتنظير ولا بالكلام الإنشائي ولا بالمواعظ. أما بالنسبة للتأخير فلو كنا ننتظر قرارا أمميا، وعندما نقول قرار أممي فهو فعليا أمريكا وفرنسا وبريطانيا ومن معهم، لما كنا حررنا منطقة في سوريا منذ الأيام الأولى، فهذه الضغوط ليس لها تأثير. يؤخذ بالاعتبار أحيانا ظرف سياسي، كما قلت نترك المجال للعمل السياسي لكي لا يكون هناك مبرر، ولكن عندما تستنفد كل هذه الفرص فلا بد من القيام بعمل عسكري من أجل إنقاذ المدنيين. لا أستطيع أن أنقذ المدنيين وأنا أتركهم تحت سلطة المسلح. يعني المنطق الغربي منطق مقلوب طبعا بشكل مقصود وبشكل خبيث، بأن إيقاف العملية العسكرية هو لحماية المدنيين، أما وجود المدني تحت سلطة الإرهابي بالنسبة له فهي حماية للمدني. هو المفروض العكس، الدخول العسكري هو لحماية المدنيين، وعندما تترك هذا المدني تحت سلطة الإرهابي فأنت تخلو من الإرهابي وأنت تساهم في قتل المدني. سيادة الرئيس، لا تنتظرون قرارا أمميا لكن تنتظرون قرارا روسيا. هل يمكن للروس أن يؤخروا بدء العملية؟ رأينا سابقا توقف عمليات عسكرية في إدلب، لدرجة أن البعض قال أن الروس ضغطوا باتجاه التوقيف في كل مرة بسبب تفاهمات خاصة مع الأتراك. ما حقيقة هذا الكلام؟ يعني كلمة ضغط ليست هي الكلمة الدقيقة. نحن والروس والإيرانيين نخوض معركة عسكرية واحدة ونخوض معركة سياسية واحدة، فدائما نتحدث ونرى ما هي الظروف التي تسمح بالعملية. عدة مرات اتفقنا ثلاثيا بشكل ثلاثي على موعد محدد لعملية، وتم تأجيل هذه العملية أكثر من مرة لأن هناك إما مستجدات عسكرية أو مستجدات سياسية، فهذا شيء طبيعي هذا النقاش. هناك شيء نراه نحن يتعلق بالساحة الداخلية، وهناك شيء تراه إيران متعلق بالساحة الإقليمية، وهو شيء، وهناك شيء آخر يراه الروسي متعلق بالساحة الدولية. هنا يأتي التكامل وهنا يأتي الحوار. مؤخرا حصل 5 لقاءات في بيني أنا وبين مسؤولين روس وإيرانيين، كما قلت خلال أقل من شهر، يعني أقل من أسبوع بين اللقاء والآخر، وبين كل لقاء ولقاء كانت تتغير المعطيات العسكرية والسياسية، وما كنا نتفق عليه في اللقاء الأول نغير جزء منه ونعدله في اللقاء الثاني والثالث والرابع، وآخر لقاء كان أمس. فالتغير السريع للمعطيات يحتم أحياناً تأجيل العمليات. هذا من جانب. من جانب آخر هناك تواصل بيننا وبين المدنيين في تلك المناطق، فنحن فعلا نحاول أن نفتح المجال قدر المستطاع لانتقال المدنيين من تلك المناطق إلى مناطقنا، وهذا يحقن دماء المدنيين. وإذا كان هناك حل سياسي في بعض الحالات نجحنا به نحقن دماء جنود السوريين أيضا، هذه أولوية لا يجوز أن نضعها جانبا. فإذا هناك معطيات كثيرة لا مجال لذكرها الآن تؤثر في هذا القرار وتؤجله. هو ليس القضية ضغوط، يعني الروسي لديه حماس مثل حماسنا لمكافحة الإرهاب، وإلا لماذا يرسل طائراته؟ لكن التوقيتات هي عملية حوار. لكن الرئيس بوتين أعلن عن انتهاء العمليات الكبرى في سوريا، هل ستكون روسيا معنا في إدلب سيادة الرئيس؟ هل ستشارك في العملية؟ هي كانت معنا في عملية تحرير خان شيخون وما حولها. وإعلان انتهاء العمليات الكبرى لا يعني انتهاء مكافحة الإرهاب. فعلا المعارك الكبرى تقريبا انتهت، لأن أغلب المناطق إما تسلم طوعا أو أن يكون هناك فيها عمليات محدودة. وعملية خان شيخون قد تظهر على الخريطة بأنها كبرى، ولكن كان هناك انهيار للمسلحين.
فربما هذا يكون هذا هو المقصود بالنسبة للعملية الكبرى، ولكن تصريحاتهم بشأن عودة إدلب لسيطرة الدولة السورية وتصميم على ضرب الإرهاب لم تتبدل. سأبقى في إدلب وبنفس النقطة، عمليا النقاط كثيرة تحكى في هذا الموضوع. الإرهابيين في إدلب ونفسهم الذين تحدث عنهم بدرسون، كيف سيتم التعامل معهم؟ ترحيل؟ عمليا كان هناك تجارب بهذا الموضوع، جرى ترحيل إرهابيين من مناطق عديدة في الجغرافيا السورية إلى إدلب. اليوم الإرهابيين في إدلب مثلا تقبل تركيا بأنه يتم ترحيلهم إليها، أو كيف هو التعامل معهم؟ لم تقبل تركيا، هذه مشكلة تركية لا تعنينا، ولكن سنتعامل معهم بنفس الطرق السابقة. طبعا البعض يسأل، طيب كان هناك مناطق ينتقل إليها الإرهابي، ولكن الآن إدلب لا يوجد بعدها منطقة يخرج إليها الإرهابي، إلينا سيخرجون؟ إذا لم يخرجوا إلى تركيا سيكون أمامهم خيارين، إما العودة إلى حضن الدولة وتسوية الأوضاع أو الحرب. لا يوجد خيار آخر، يعني لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم، هذا هو الخيار الوحيد وهذان خياران وحيدة. تداولت يعني بعض وسائل الإعلام تسريبات عن لقاءات مع الأتراك، هل هذا الكلام صحيح وعلى أي مستوى، وما نتج عن هذه اللقاءات إن حصلت فعلا؟ كل المستويات لهذه اللقاءات كانت مستويات أمنية، ولكن بمستويات مختلفة، بعض منها بضعة لقاءات، ربما لقاءين أو ثلاثة حصلوا عند كسب داخل الحدود السورية قرب الحدود المشتركة، ولقاء أو أكثر من لقاء حصلوا في روسيا، لا أذكر بدقة عددها لأن هذا الموضوع خلال عامين الماضيين، ولكن لم يكن هناك أي نتائج حقيقية. على الأقل كنا نتوقع أن نصل لحل بالنسبة للانسحاب المتفق عليه في أستانا لمسافة 15 كيلومتر غرباً وشمالاً في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لم يحصل أي نتائج. إذن تؤكدون بأنه حصل لقاءات طبعاً مع الجانب التركي، لكن هذا كان قبل حصل الاتفاق؟ حصل لقاءات ثلاثية بوساطة روسية وبوجود روسي، ونحن أصرينا على الوجود الروسي لأننا لا نثق بالتركي كي يكون هناك شاهد. ليست لقاءات ثنائية؟ لا، ثلاثية. ثلاثية بوجود الوسيط. هذا قبل الاتفاق الروسي التركي الأخير. طبعاً. أنتم مستعدون الآن للجلوس مع التركي حاليا بعد العدوان وبعد الاتفاق؟ يعني إذا سألتني هذا السؤال، يعني هل ماذا سأشعر لو اضطريت أنا شخصيا لكي أصافح أو ألتقي مع مثلا شخص من جماعة أردوغان أو من يشبهه أو من يمثل نهجه؟ لن أتشرف بمثل هذا اللقاء وسأشعر بالإشمئزاز، ولكن المشاعر نضعها على جنب عندما يكون هناك مصلحة وطنية. إذا كان هناك لقاء سيحقق نتائج، كل ما يحقق مصلحة الوطن لابد من القيام به، وهذه مهام الدولة. لا أعتقد، لا أتوقع إذا حصل لقاء أن يكون هناك نتائج، إلا إذا تغيرت الظروف بالنسبة للتركي، ولأن التركي الأردوغاني هو شخصية انتهازية ومنظومة انتهازية وعقيدة انتهازية، فهي ستحقق نتائج بحسب تغير الظروف عندما تكون مضغوطة بحسب الظروف الداخلية أو الخارجية، أو ربما فشلها في سوريا، عندها ربما تحقق نتائج. السؤال الحساس بهذا الموضوع، ما بالنهاية التركي محتل، يعني إذا كان أنا عندي قابلية نوعا ما أو فرصة أو اعتقاد بأنه يمكن أن ألتقي مع التركي، طب ما التركي محتل مثله مثل الإسرائيلي، ما ممكن معناته ألتقي مع الإسرائيلي؟ يعني هذا سؤال حساس نوعا ما، لكن يطرح. وهذا طرح عندما بدأنا باللقاءات معهم، طرح داخل الدولة أنه كيف نلتقي معهم وهم محتلين في عفرين في مناطق أخرى، حتى لو ما كان محتل هو يدعم الإرهاب، يعني هو عدو عمليا بالمنطق الوطني، هذا صحيح. لكن فرق بينه وبين إسرائيل أن إسرائيل هي دولة لا نعترف بشرعية وجودها، نحن لا نعترف بوجود الشعب الإسرائيلي، لا يوجد شعب إسرائيلي إلا عدة قرون قبل الميلاد، أما الآن هم شتات أتوا واحتلوا الأرض وأخرجوا الشعب. أما الشعب التركي، لا، الشعب التركي موجود وهو شعب جار وبيننا تاريخ مشترك، بغض النظر إن كان هذا التاريخ سيء أم جيد أم متنوع، لا يهم، تركيا دولة موجودة وهي دولة جارة. والخلاف على موضوع لواء اسكندرون يختلف عن مجيء شعب بلا أرض
ليجلس محل أرض وشعب. فلا، نحن لا نقارن. وحتى إسرائيل عندما تفاوضنا معها بالتسعينات لم نعطيها اعتراف، كنا نتفاوض من أجل الوصول إلى السلام، إذا تحقق السلام وعاد الحقوق يحصل اعتراف. فالمقارنة غير سليمة، تركيا ستبقى موجودة والشعب التركي يجب أن يبقى شعب شقيق. وأردوغان كان يراهن في البداية على أن يلم كل الشعب التركي خلفه من أجل أن يخلق عداء مع الشعب السوري وبالتالي يكون حر بالتصرف. علينا أن نكون حريصين ألا ننظر بنفس الطريقة، وأكون أؤكد مرة أخرى بأن البعض، ليس فقط القوى السياسية في داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية التركية، هو ضد أردوغان. هذا السبب الذي دفعنا من جانب. من جانب آخر، وهذا كان نقاش مع الأصدقاء الروس والإيرانيين، يعني هو طرح الموضوع مع أكثر من طرف صديق، بأننا صحيح نحن ندافع عنكم، ولكن بالأخير أنتم أصحاب القضية، وهذا صحيح، الأرض أرضي والقضية قضيتي، فلماذا لا أطرحها مباشرة معه وأقوم بواجبي ولو أنني لا أتوقع نتائج، ولكن ربما في يوم من الأيام يكون هناك نتائج، خاصة مع تغيير الظروف داخل تركيا وبالعالم وكما قلت في سوريا. سأستمر بالحديث عن إسرائيل. البعض يصفها بالحاضر الغائب بالأحداث في سوريا، بالمستفيد الأكبر مما حصل في سوريا. حقيقة هي اليوم مرتاحة أكثر من أي وقت مضى بالمقارنة مع أضعاف كل من سوريا وحزب الله وإيران بناء على رأي التحليلات؟ هي الحاضر الحاضر، لم تكن غائب على الإطلاق. غائب لغويا لأننا نقاتل نوابها أو عملاءها أو إماعاتها أو أدواتها بإشكال مختلفة، البعض منها عسكري والبعض منها سياسي، كلهم أدوات يخدمون إسرائيل بشكل مباشر من خلال علاقة مباشرة أو عبر الأمريكي. ولكن لأن المعركة على الواقع هي مع هذه القوى، فبشكل طبيعي أصبحت اللغة تتحدث عن هؤلاء وليس عن إسرائيل. أما إسرائيل فهي شريك أساسي في كل ما يحصل، وهذا طبيعي، هي دولة عدوة. يعني ماذا ستفعل؟ ستشاهد وتنتظر؟ لا، ستكون مبادرة وستكون الأكثر فاعلية من أجل ضرب سوريا والشعب السوري والوطن السوري وكل ما يمت إلى سوريا. بصير هذا بديهية مما حصل، حتى لو لم نتحدث عنه فهو بديهية من بديهياتنا الوطنية في سوريا. نعم سيادة الرئيس، كل الاعتداءات التي قام بها كيان العدو الإسرائيلي على سوريا لم نرى موقفاً عربياً ولا تتحرك الجامعة العربية. العدوان التركي عندما بدأ اجتمعت الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية، يعني الانطباعات الأولية كانت جيدة، البيان الختامي وصف بالإيجابي، بالمقابل لم نسمع بياناً من الدولة السورية ولا تصريحاً، لماذا؟ أنت تذكر عندما تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، هل قمنا بإصدار بيان؟ لم نقم بذلك. فإذا لم نكن قد أصدرنا بيانا كنتيجة لخروج سوريا من جامعة الدول العربية، لماذا نصدر بيان عندما بدأوا بطرح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟ أعتقد بأن مضمون جوابي واضح، واللبيب من الإشارة يفهم، والمشاهدين لا أعتقد بأنهم يعتقدون بأن طرح هذا الموضوع يستحق أكثر من بضعة جمل التي ذكرنا. صحيح. طيب يعني نتعمق شوي بالسياسة البحتة سيادة الرئيس، نتحدث فيما يخص اللجنة الدستورية، ما تفسيركم للانتقادات التي وجهها الطرف الآخر لهذه اللجنة، علما أنها كانت مطلب لهم لسنوات؟ كانوا يعتقدون بكل بساطة بأننا سنرفض تشكيل هذه اللجنة، وربما أصيبوا بصدمة عندما تمكننا من القيام بتشكيلها، لأنهم كانوا يضعون العقبات ويلقون باللائم على الطرف الحكومي السوري، وكنا نتعامل مع هذه العقبات بطريقة سياسية محددة، أن تقدم بعض، لا أسميها تنازلات لأن التنازل يتم عن الأساسيات، لم نتنازل عن الأساسيات على الإطلاق، ولكن عن بعض الأمور التي نعتبرها شكلية. فأصابتهم الصدمة بالمحصلة، لذلك شنوا هجوما شديدا عليه. هذا بالمختصر ما حصل.
لم تقدم الدولة السورية أي تنازلات تحت ضغط روسيا أو إيران؟ لا، لو كنا قدمنا تنازلات فعلياً لما كانوا هاجموها، لكانوا مدحوا بعملية تشكيل لجنة دستورية. عملية الهجوم هي التي تؤكد بأننا لم نقدم تنازلات على الإطلاق، ولا يمكن تقديم تنازلات. يعني ربما تستخدم اللجنة الدستورية وما سيصدر من نتائج عنها لاحقاً، سيستخدم هذه النتائج كمنصة انطلاق للهجوم وضرب بنية الدولة السورية. هذا ما يخطط الغرب له منذ سنوات، ونحن نعرف هذا الشيء. لذلك لم يكن أمامنا خيار للتنازل عن مسلمات وعن ثوابت ترتبط بمصلحة سوريا. فكان هناك بعض التفاصيل التي ليس لها أهمية. يعني هم غطوا أنفسهم بإطار، أو بعض منهم أو الطرف الآخر كي لا نحدد بعض أو كل، بإطار المعارضة المعتدلة كما يسمونها. واضطروا في كثير من الأحيان لطرح أسماء ترتبط مباشرة بجبهة النصر، وكنا نرفض بأن هذا جبهة النصر إرهابيين، ولكن بالمحصلة وافقنا على عدد من هؤلاء، وهذا كان ربما يشكل مفاجأة. قلنا النتيجة واحدة، يعني الخلفية واحدة، الانتماء واحد، السيد واحد، صحيح، ومصدر القرار سيكون واحد، والتصويت في المستقبل سيكون، يعني الإشارة ستأتي من جهة واحدة، فما الفرق؟ يعني دمى لا أكثر. تماما، فوافقنا. وهذا مثال، طبعا أعطي مثال، كان هناك تفاصيل أخرى كثيرة، فهذا ما فاجأهم. لذلك لا، لم نتنازل عن أي شيء من المسلمات. بيترسون تحدث عن اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف بأنه هي التي تفتح الباب للوصول إلى الحل الشامل للأزمة السورية، وبرأيه هذا الحل يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتحدث عن ضمان مشاركة السوريين في المهجر. هل ستقبلون بإشراف أممي على بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية؟ وهل أصلاً هذا الموضوع هو يكون من ضمن اختصاصات هذه اللجنة، ومن له الحق بالتصويت عملياً؟ بالنسبة لأن يقول بأن هذه اللجنة تقوم ب أو تهيئ لحل شامل، لا، هذا الكلام غير صحيح. هي تؤمن جزء من الحل ربما، ولكن هو بهذه الحالة وبهذا الكلام يغض النظر عن الإرهابيين. يعني اللجنة الدستورية مع بقاء الإرهابيين ستحل المشكلة، كيف؟ هذا الكلام مستحيل. فلا، هذا الكلام مرفوض. الحل يبدأ من ضرب الإرهاب في سوريا، الحل يبدأ من إيقاف تدخل الخارجي في سوريا، وأي حوار سوري هو يكون مكمل مساهم، له دور ما، ولكن لا يحل محل الأولى والثانية. فهذه نقطة لكي نكون، يعني لكي لا نترك المجال لجزء من التصريح وكأننا وافقنا عليه. أما إذا كان يعتقد بأن القرار 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لكي تقوم بالإشراف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط، ولا أحد آخر ولا أي جهة أخرى. فالانتخابات التي ستحصل ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية. وإذا أردنا أن نقوم بدعوة أي جهة أخرى، دولية، دول، جمعيات، منظمات، أشخاص، شخصيات، لا يهم، سيكون تحت إشراف الدولة السورية وبسيادة الدولة السورية. اللجنة الدستورية لا علاقة لها بموضوع الانتخابات، لها علاقة فقط بموضوع الدستور. أما إذا كانوا يعتقدون بأنهم سيعودوا إلى عصر الانتداب، فسنقول لهم هذا لن يكون سوى في أحلامكم. نعم، نبقى في تصريحات بيترسون. سيادة الرئيس، بيترسون قال بأنه مجرد الاتفاق على تشكيل اللجنة يعتبر قبولاً ضمنياً للطرف الآخر،
ويمثل تعهدا مشتركا أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على ترتيبات دستورية لسوريا. البعض استنكر هذا القبول أو منح هذا القبول الضمني للطرف الآخر من قبل اللجنة كونها لا تمثل الشعب السوري وليست منتخبة من الشعب السوري. ما تعليقكم؟ يعني كل ما طرحته من أسئلة صحيح على الأقل من الناحية القانونية. أولاً لكي نحدد من هو الطرف الأول والثاني، البعض يعتقد بأن الطرف الأول هو الدولة السورية أو الحكومة السورية. لا، الطرف الأول هو الذي يمثل وجهة نظر الحكومة السورية. أما الحكومة السورية فهي ليست جزء من هذه المفاوضات ولا من هذا النقاش. يعني المدعوم من الدولة السورية هو الطرف الأول. تماماً، هي تدعم هذا الطرف لأننا نعتبر بأن وجهة النظر هي واحدة. هؤلاء أشخاص يعني من نفس جو الحكومة السورية السياسي، ولكن لا يعني بأننا نحن كحكومة نفاوض. من الناحية القانونية نحن غير موجودين في اللجنة الدستورية، ولا يعني اعتراف الحكومة بأي طرف، هذا موضوع منتهي. فإذا الطرف الأول هو يتحدث عن طرف يمثل وجهة النظر الحكومة السورية. فهنا نسأل سؤال، ماذا يقصد بكلمة قبول ضمني؟ نقبل بماذا يعني؟ كل ما قبل به هذا الطرف قبل أولاً أن يكون جزء من سوتشي وأن يجلس مع الطرف الآخر في سوتشي، ولاحقاً أن يشكل لجنة دستورية ويناقش معه أفكار حول الدستور. هذا ما قبل به. أما أن يكون قد قبل بمعنى غير من طبيعة هذا الطرف، فهناك أشياء لا علاقة لها بقبولنا. كيف أغير من طبيعة هذا الطرف؟ يعني هناك طرف، الطرف الأول هو موجود في سوريا، يعيش في سوريا، ينتمي للشعب السوري بكل ما فيه، وهناك دولة تمثل نفس وجهة النظر، أيضا منتخبة من قبل الشعب السوري ولديها دعم أغلبية الشعب السوري. أما الطرف الآخر فهو معين من قبل من؟ هو معين من قبل تركيا. يعني لماذا تأخرت لجنة دستورية عام كامل ونحن نفاوض تركيا عبر الدول الضامنة، روسيا وإيران؟ يعني هو لم يعين من قبل طرف سوري، حتى الجزء الأكبر منهم لا يمثل حتى الإرهابي، وربما لا يمثل نفسه، يمثل الدول التي فرضت، وهي تركيا حصرا، وطبعا من يقف خلفها من يكلف تركيا الأمريكي وغيره. وهناك الطرف الآخر الذي هو طرف كما قلت يمثل الإرهابيين فعلا. صحيح. فقبلت بماذا؟ قبلت بالإرهابي يعني أن يكون وطني، أم قبلت بالمعين من قبل الآخرين بعميل مثلا، بعميل أن يصبح وطني مثلا؟ لا، يعني نتحدث الآن بصراحة، لماذا نكذب ونقول كلام دبلوماسي؟ الحقيقة هناك طرف وطني يتعامل مع طرف عميل بكل بساطة، ومع طرف إرهابي. ولكن لضرورة الكلام الدبلوماسي لكي لا نغضب الجميع، أنا سأقول لك هو حوار سوري سوري، ولكن طبعا حوار سوري سوري بالهوية وبجواز السفر وبجنسية. أما الانتماء فهذا نقاش آخر، كلنا نعرف الجواب بعيدا عن ما نقوله بالكلام الدبلوماسي. نعم، بدرسون اعتبر أنه إطلاق أعمال اللجنة هو عودة فعلية لجنيف. هل عدنا لجنيف بعد 4 سنوات؟ وماذا عن سوتشي وأستنا؟ لا، عدنا لجنيف جغرافيا فقط. أما سياسيا فنحن جزء من سوتشي، وكل ما يحصل هو جزء من سوتشي واستمرار سوتشي، ومرجعيته هي سوتشي. جنيف ليست موجودة، ليست جزء من هذا الموضوع. تمثيل الأمم المتحدة ومشاركتها في اجتماع سوتشي يعطيها بعد أممي، وهذا كان ضروري، ولكن لا يعني أن تدخل جنيف على سوتشي. جنيف غير موجودة. طيب، تصريحات بيترسون ممكن تكون، كل التصريحات التي استعرضناها ممكن تكون استباق لعمل اللجنة، أو أنه هي خارج تماماً يعني حتى سياق العمل؟ وبالنسبة للدستور تحديداً، هو اللي عم يجري دراسة تغيير كامل للدستور أو مناقشة الدستور أو تعديل بعض مواد الدستور؟ طبعاً سيكون هناك محاولة لتوجيه عمل اللجنة باتجاه معين، هذا شيء أكيد، ونحن واعين لهذا الشيء ولا نسمح به بكل بساطة. لذلك كل ما يصرح به من خارج اللجنة نفسها ليس له قيمة، قيمته صفر، مكعب بكل بساطة. فلذلك علينا لا نضيع وقتنا بهذه التصريحات ولا نعطيها أي أهمية.
ما هي النقطة؟ بالنسبة لموضوع الذي يجري من عمل اللجنة، مناقشة مواد الدستور أو تعديل بعضها أو تغيير كامل الدستور. هذا جزء كبير من النقاش حول تشكيل اللجنة الدستورية. هل نعدل الدستور أم نكون أمام دستور جديد؟ قلنا يعني نحن عندما نعدل بند من الدستور ونطرحه على التصويت فهو دستور جديد، فلا يوجد فاصل بين التعديل وبين الدستور الجديد، لأنه لا يوجد ما يحدد الدستور الجديد يعني دستور كامل بالمطلق. هذا كلام نظري ليس له معنى. ما يهمنا أي شيء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة ونعتبر بأنه يتوافق مع المصلحة الوطنية حتى ولو كان دستورا جديدا من الألف إلى الياء سنوافق عليه. وإذا كان تعديل دستور ولو لبند واحد ولكن هذا البند يقف ضد مصلحة الوطن فسوف نقف ضده ولن نسير به. فلكي لا نضيع وقتنا بهذا الحوار السلسطائي علينا أن نتحدث ما هي المضامين، نعرف تماما ما هي اللعبة التي سيلعبوها. هي لعبة إضعاف الدولة وتحويلها إلى دولة لا يمكن أن يكون عليها سيطرة من الداخل، وبالتالي تكون السيطرة عليها من الخارج. اللعبة واضحة كما يحصل في دول مجاورة، لا داعي لذكر الأسماء، لن يحصل هذا الشيء ولكنهم سيحاولوا ونحن لن نقبل. هذا هو الملخص لأشهر ربما من الحوار أو أكثر، الله أعلم، أقصد الحوار المستقبلي طبعا. أطلنا الحديث عن لجنة مناقشة الدستور طبعا من خلال أسئلتنا وأخذنا لكل التصريحات. سأنتقل إلى الحديث عن الداخل السوري، بما أنه نحن نتحدث عن محاولات التأثير فهي بالتأكيد ما يهم هو الداخل السوري. سنوات الحرب عانى السوريون خلالها ارتفاع أسعار، توقف إنتاج، نقص فرص عمل، تداعيات كثيرة كانت بسبب الإرهاب والحصار والوضع العسكري الصعب الذي كان على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية. بالوضع الطبيعي أو النتائج الطبيعية تراجع الوضع المعيشي للأسر السورية، لكن اليوم الوضع الميداني تحسن، عادت معظم الأراضي إلى الدولة السورية، إلى سيطرة الدولة السورية. ماذا عن الوضع المعيشي؟ هل هناك بوادر بتحسن هذا الوضع أم أنه سيبقى على ما هو عليه حتى تحرير كل الأراضي السورية؟ إذا كان يعني هو نتيجة الوضع الميداني فقط والإرهاب وإلى آخره فالأفضل أن ننتظر، لكن هذا الكلام غير منطقي. وكما تعرفين البعض يحاول دائما أن يلقي بكل المشكلة فقط على الوضع الأمني. الوضع له تأثير كبير لا شك ولكن ليس مطلق. هذا يعطي جواب على سؤال أو الجزء الأخير من السؤال، هل ننتظر؟ لا، لأننا إذا كنا فقط سننتظر فحتى لو تحسن الوضع الميداني لن يكون هناك تحسن للوضع المعيشي. الوضع المعيشي لن يتحسن لوحده إلا أن نتحرك بكل بساطة كدولة وكمجتمع بكل المستويات. تحرير بعض المناطق ربما ينعكس على الوضع الاقتصادي إذا استثمرت هذه المناطق لدخولها في الدورة التنموية في سوريا والدورة الاقتصادية، مناطق ثروات وما إلى ذلك تحديداً. قد يكون ثروة وقد يكون مثلاً منطقة سياحية، الآن لن يأتينا سياحة، فهذه المنطقة لن تكون جزء مؤثر كثيراً بالوضع الاقتصادي. منطقة فيها زراعة كالمناطق الشمالية هذا موضوع أساسي، لأننا نستورد بعض أشياء التي كنا نصدرها، ولأنها تستورد بطرق للالتفاف على الحصار وبطرق مختلفة فكنا ندفع رقم كبير إضافي وإلى آخره. منطقة كأن تقول مثلا حلب جزء أساسي هي عصب الصناعة السورية وهي مع دمشق عصب الاقتصاد السوري، فإذا منطقة عن منطقة تختلف. لكن إذا حررنا هذه المنطقة ولم نقم بإجراءات لتحريك الاقتصاد فلن تتحرك. فإذا علينا أن نستعجل أولا كدولة لتهيئة البنية التحتية من استعادة الكهرباء وغيرها من الأمور، دور مؤسسات الدولة لكي نسمح لدورة العمل أن تعود. أنا هنا لا أتحدث عن صناعات كبرى ومشاريع كبرى، حتى قبل الحرب كان لدينا تصور بأن المشاريع الكبرى جيدة ولكنها ليست هي الحل. بالنسبة لبلد مثل سوريا قوة اقتصادها بالمشاريع المتوسطة والصغرى، هذا ما يبني الاقتصاد، هذا يحرك الاقتصاد. البعض المشكلة ينتظر، يقول لك أنتظر ماذا سيحصل بعد،
إذا أردنا أن ننتظر علينا أن لا ننتظر البوادر التي تسألين عنها. طيب هل هناك بوادر؟ طبعا هناك تحسن، يعني هناك صناعات ظهرت وهناك ورشات عادت للعمل، وبنفس الوقت هناك كمية أكبر من الناس عادت من الخارج من حجم تطور الاقتصاد، وبالتالي تسألي شخصك يقول لك لكن هذا الشيء غير ملموس. طبعا غير ملموس لأن العودة أكبر من الحركة. التحدي الآن كيف نستطيع أن ندمج كل أولئك الناس بالعودة لدورة الاقتصادية؟ الجواب هل نستطيع؟ طبعا نستطيع. لا نستطيع أن نقول لا الآن الظروف لا تسمح لنا، لا، لدينا بعض الكسل ولدينا بعض الاتكالية ولدينا أحيانا عدم وجود رؤية كيف نتحرك. وعندما أقول لدينا أقصد نحن كلنا كمجتمع، كدولة، كمواطنين. الدولة تهيئ الظروف والبنية التحتية ولكن هي لا تقوم بفتح كل المحلات والورشات والصناعات. سيادة الرئيس، إذا كنا نستطيع ماذا لم نرى استجابة فعلية من الحكومة لتوجيهاتكم المستمرة لوزرائها بالتعامل بشفافية مع المواطن؟ لماذا هذا الاستهتار والارتجال في عمل مؤسساتنا الحكومية مع غياب أي تخطيط أو بديل استباقي كما يقول البعض ممن يحملون الحكومة بشكل مباشر التفريط بدماء الشهداء والجرحى وتضحيات سوريا؟ أولاً إذا أردنا أن نتحدث عن المؤسسات الحكومية لكي أتحدث أنا بشكل موضوعي، لا أخذ الأمور بشكل شامل لأن هناك وزارات تعمل وهناك وزارات ربما فيها تكاسل أو تقصير. هناك ضمن الوزارات مؤسسات تعمل وهناك مؤسسات لا تقوم بواجباتها. فإذا أردنا أن نتحدث بشكل موضوعي لابد من أن نحدد قطاعات محددة لكي نميز بينها. أي حديث شامل هو حديث عام لا يعكس الواقع. طبعاً الجلسات الخاصة نستطيع أن نتحدث بشكل عام، أن نقول الدولة لا تعمل، الحكومة لا تعمل، ولكن أنا مسؤول لا أستطيع إلا أن نتحدث بشكل علمي ورقمي وموضوعي. فإذاً في الواقع هناك تقصير وهناك العكس. الآن لأبتدأ من الجانب الإيجابي، لو كانت كل المؤسسات لا تعمل فمن أين نأتي بالرواتب؟ وكيف يذهب الطلاب إلى المدارس وهناك شهداء في التربية وهناك شهداء في الكهرباء وتضرب الكهرباء وتحل المشكلة وهناك حصار ومع ذلك نستطيع أن نؤمن بالرغم من صعوبة ذلك المواد الأساسية النفطية والقمح وغيره. فإذا هناك عمل. طبعا قد تقول لي أن شيء طبيعي أن الناس تتحدث عن الألم، هذا شيء طبيعي، أنا لا أتوقع أن الناس تتحدث عن إيجابية. طبيعة الإنسان هو يتحدث عن الألم. عندما يكون هناك مرض، أنا عندما أكون صحتي جيدة لا أتحدث كل يوم بأن صحتي جيدة، لكن عندما أمرض أتحدث عن المرض، هذا شيء طبيعي. ولكن عندما أتحدث بحالة تقييم لابد أن أقيم كل الجوانب، لذلك أنا مضطر للحديث عن جانب إيجابي لكي ننتقل لجانب سلبي. الجانب السلبي بالتقصير هنا التحدي، كيف نميز ما بين الأسباب المرتبطة بالأزمة والحرب وكيف نميز ما بين الأسباب المرتبطة بتقصيرنا؟ عندما ينتقد شخص الدولة يقول لا هناك، يتحدث وكأنه لا يوجد حرب، وعندما يتحدث مسؤول في بعض الحالات يلقي بكل اللائمة على الحرب. التحدي كيف نوجد الفاصل بين الأول والثاني، هذا ما نقوم به الآن. يعني مثلا في قطاع عندما مررنا بأزمة البنزين والمازوت، حقيقة في هذا الموضوع كان الموضوع مرتبط بالحصار، كان المرتبط بقدرتنا على تأمين هذه المواد. والمشكلة أن الدولة نفسها محاصرة لا تقوم هي بالاستيراد، هي تقوم عبر وسائل أخرى لا يمكن أن نتحدث كيف بتأمين هذه المواد. فنؤمن وأغلب الأحيان ننجح وأحيانا لا ننجح، وهذه الأحيان هي خارج إرادتنا. الكهرباء هناك ضرب مستمر للبنية التحتية والصواريخ تذهب إلى محطات الكهرباء أولا. طيب هل نحمل المسؤول مسؤولية صواريخ الإرهابي؟ يعني يجب أن نكون موضوعيين في بعض الحالات. مثلا استردينا أبار غاز وحسنت وضع الكهرباء، ولكن من عادوا والورشات التي بدأت تعمل من جديد حاجتها للطاقة أكبر بكثير مما حصلنا من غاز وكهرباء. يعني يجب أن نرى كل هذه الأمور. السؤال كيف نميز بين التقصير وبين السبب الموضوع؟ هذا ما يجب أن نضعه. الآن لا نناقش بهذه الطريقة، نحن على مستوى الدولة الآن نحاول أن نصل لهذه النتائج ونصل لنتائج
تتعلق بالتقصير. التقصير يجب أن لا يعطى فرصة للاستمرار. المسؤول المقصر يجب أن يذهب. طبعا هناك أيضا الفساد، يعني التقصير شيء والفساد شيء آخر، قد تكون نتيجة واحدة أحيانا، ولكن أنا أتحدث الآن عن مسؤول غير فاسد ولكنه مقصر، أو مسؤول لا يمتلك رؤية. عندما نكتشف بأنه لا يمتلك الأولى ولا الثانية فأقول يجب أن يذهب مباشرة. طيب في نقطة بهذا الموضوع، بأنه نكون الرؤية واضحة، الدولار، سعر الدولار من المنطقي بأنه خلال الحرب يرتفع سعر الدولار نتيجة على الأقل إذا لم يكن الحرب نفسها الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، لكن في الفترة الأخيرة الارتفاعات غير مفهومة، وحتى هذه الارتفاعات الغير مفهومة تؤثر على أدق الأمور الحياتية اليومية. ما سبب، ما تفسيركم لهذا الارتفاع الغير مفهوم؟ هناك بديهيات. أولا الحصار لا شك يؤثر على واردات الدولة من الدولار أو من العملة الصعبة بشكل عام، هذا يؤثر على سعر الصرف، وسعر الصرف يؤثر على الأسعار. هناك واردات الدولة التي تتراجع بسبب قلة التصدير وقلة الوارد، السياحة، لن يأتيك سائح في ظروف الحرب، والدول التي نعتمد عليها بالتصدير مع كل أسف تساهم بالحصار بشكل أو بآخر. ولو أن هناك تصدير غير نظامي أيضا نتمكن أحيانا من إيجاد بعض الأقنية. هناك لعبة المضاربات التي تحصل، البعض منها يحصل من داخل سوريا والبعض منها يحصل من خارج سوريا. هناك لعبة المضاربات التي تحصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن ننجر إليها. هناك أخطر شيء العامل النفسي، يعني نسمع بأن الليرة انخفضت فنقوم مباشرة بشراء الدولار. ما الذي يحصل؟ نعتقد بأننا وفرنا على أنفسنا بعض المال. الذي يحصل بأن السعر، سعر الصرف ينخفض بشكل حاد وبشكل متسارع جدا، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير، وأنا ما وفرته في الدولار أخسره في الأسعار. وبالتالي بهذه الحالة المواطن أو بعض المواطنين الذين يقومون بهذا العمل يخسرون ما وفروا، يخسرون أكثر من سعر من الأسعار بسبب الأسعار مما وفروا عندما صرفوا بالدولار. فإذا هناك عدة جوانب. الآن هل تستطيع الدولة أن تتدخل؟ تستطيع، ولكن بما أن الواردات قليلة وبما أن الاحتياجات كبيرة وبما أن القمح يكلف أكثر بكثير من قبل، والحاجات الأساسية كالنفط والمحروقات وغيرها تكلف أكثر بكثير، فهل أنا أستنزف وأستهلك ما أحصله من دولار بالمضاربات أم أستهلكه في الحاجات الأساسية؟ إذا استنزف بالدولار يعني بأنه لن يكون هناك قمح ومحروقات، هذه الحقيقة. لا يعني بأنه لا يوجد واردات، يوجد واردات، ولكن هذه الواردات ليست كما كانت قبل، هذا بديهي. فأين هي الأولويات؟ استهلاك السلاح والذخيرة وهو الأولوية الأولى. أحياناً نضطر لضغط في مجال لكي نوفر سلاح. يعني هذه هي الحالة. يعني ما في إجراءات للدولة تستطيع أن تقوم بها فعلاً لتضبط سعر الصرف؟ طبعاً لكن هناك إجراءات. لو أردت أن تقارني بدول موجودة في منطقتنا ويهتز سعر الدولار فيها، لاحظ بأنه يهتز بأيام أضعاف مضاعفة. يعني معجزة أن سعر الصرف كان بالخمسينات أو بأواخر الأربعينات قبل الحرب، وبعد 9 سنوات ما زال في حيطان 600 أو ما حولها، أقل أو أكثر حسب يعني التحرك والتذبذب. هذا غير منطقي، كان المفترض أن تنهار الليرة بشكل مطلق في نهاية عام 2012، ولو لم يكن هناك أدوات أيضا لا نستطيع أن نعلنها. هنا مشكلتنا الآن، لأنها لعبة ذات طابع خفي، لكانت يعني انهارت كليا. الأسوأ بكثير. سأعطيك مثال بالنسبة للليرة. أحد العوامل الذي لا يعرفه الناس بأن تحرير منطقة ليس بالضرورة أن يخدم الليرة. تحرير منطقة قد يلغي الدولار الذي كان يأتي لصالح الإرهابيين والذي كانوا يصرفونه لشراء بضائع من جانب أو لضخه من جانب آخر، وكنا أحد أدوات الدولة
هي الاستفادة من هذا الدولار بطريقة. يعني لما بيحصل هذا بيرتفع سعر الصرف طبعاً. لما بيحصل يعني هي تفسير بجانب طبعا لا نستطيع أن نقول بأن الإرهاب يعني كان يكرس، ولكن أقصد في منطقة يعني الأمور ليست مطلقة، كل ما هو إيجابي يعني أن يعكس إيجاباً على ما نبيها البساطة تماماً. فلذلك أقول الموضوع معقد. الآن بعض خبراء يقولوا بأن هناك عملية تجفيف للدولار في المنطقة، وبالتالي كل المنطقة الآن تدفع ثمن الدولار. لكن لاحظ الفرق بيننا وبين دول مجاورة. تركيا في الأيام الأخيرة صحيح. أمس أعتقد صحيح. 2% من سعر الليرة التركية فقط لقرار كونغرس. يعني الدول تخضع بشكل مطلق، نحن بالرغم من ظروفنا لا نخضع بشكل مطلق، نحن نعاني وندافع ونقاتل ونحن يشن علينا حرب، هذه الدول لا تشن عليها بالضرورة حرب، ومع ذلك بالكاد تكون النتائج قاسية عليها وتسند بفعل خارجي، بفعل سياسي خارجي ومالي خارجي. فإذا التحديات صعبة، ولكن أعود وأقول الحل ليس صعب، ليس بالضرورة أن يكون الحل لعبة الدولار بالذات، وإنما لعبة اقتصادية. إذا عدنا لسؤالك الأول وبدأنا نفكر بأن دورة الاقتصاد هي الأساس وليس المضاربات، إذا تمكننا من تحريك دورة الاقتصاد عندها ستمكن من خلق المزيد من الأدوات للسلطات النقدية وللمجتمع لتحسين وضعه الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على موضوع الدولار. صناعات أخرى نقوم بها الآن صغيرة أو متوسطة توفر علينا استهلاك مواد من الخارج، تخفف الضغط على الليرة. يعني لدينا أدوات عديدة نستطيع، ولكن لعبة المضاربات هي ليست الحل، هذا ما أعتقده. يعني أنا بفهم من كلام سيادتك بأنه السياسات هذه أو الإجراءات ربما تكون أطول ظهور نتائجها، لكنها هي الأفضل والأنجح. أنا ما أريد أن أقوله بالإجابة على كل الأسئلة الاقتصادية، الحل موجود. يعني هناك من يقول، من يعتقد بأنني أنا عندما أضع كل هذه العوامل فلأنني أريد أن أقول بأنه ليس بيدنا حل. لا، الملخص الحلول موجودة وليست مستحيلة، وما قمنا به يؤكد بأنه ليس مستحيل، ولكن لا يعني بأننا قمنا بأفضل ما نستطيع. هذه النقطة. الآن كيف هذا بحاجة لحوار اقتصادي صحيح. ولكن أنا أعطيك العناوين الكبرى بأننا نستطيع، وأنا أقول بأنه طالما ننتظر الحلول لكل هذه، يعني موضوع الدولار والاقتصاد والوضع المعاشي كله مرتبط، كله حلقة واحدة، هي ليست أجزاء، هي جزء واحد، ولكن حله هو بتسريع خدمات الدولة والتسهيلات لدفع المشاريع، وهذا ما نقوم به الآن. ولكن أيضا ننتظر الاستجابة، لأن الضغوطات على رؤوس الأموال كبيرة بالخارج صحيح. لكي لا يستثمروا في سوريا صحيح. وحله أيضا سيادة الرئيس يأتي بمكافحة الفساد تمام. ويتم الحديث عن هذا الموضوع بشكل واسع. يتم الحديث الآن عن حملة طالت عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الذين تدور حولهم شبهات الفساد، هل هذا صحيح سيادة الرئيس؟ هذه الحملة تأتي من ضمن إجراءات مكافحة الفساد، وهل يعني ستشمل أشخاص آخرين؟ صحيح، لكن ليست حملة، لأن كلمة حملة تظهر وكأننا بدأنا الآن. يعني الحملة لها بداية ولها نهاية ومؤقتة. هذا كلام غير صحيح. يعني إما أننا كنا قابلين بالفساد وفجأة لم نعد نقبل به، أو أننا لم نكن نراه. لا، هو مرئي، والبداية عمرها الآن بشكل أساسي أكثر من 3 سنوات. لماذا؟ لأننا في بداية الحرب فعلا لم يكن الوضع الداخلي أولوية على الإطلاق. كنا نعيش حالة يعني تأمين الحاجات الأساسية لكي نعيش، ولكن كان هناك نهش بالدولة وبالوطن من قبل الإرهابيين، ونهش أكبر من قبل الفاسدين. هذه كانت المشكلة. البلد لا تتحمل، والدولة لا تحمل. نريد أن نبقى فقط أحياء أو نبقى على حياتنا في السنوات الأولى. بعدها عندما ازداد النهش بدأنا عمليا بعودة لمكافحة الفساد التي كنا بدأنا بها، ولكن ظروف كانت مختلفة قبل الحرب والأولويات كانت مختلفة. الآن أعطيت أولوية لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيشها، ولأن جزء من هذا الخزان الذي هو الدولة كان مثقوب ثقوب كثيرة، وبالتالي أي واردات تأتي إليه تذهب، فلا نستفيد من الواردات عمليا. فبدأنا، وأين بدأنا؟ بدأنا بالمؤسسة العسكرية. يعني لا يوجد دولة تبدأ بالمحاسبة في قلب المؤسسة العسكرية في قلب حرب، وهذه المؤسسة مقدسة. ولكن لأنها مقدسة في الحرب ولأنها تمثل الانضباط، فهي هذه المؤسسة
لا تسمح بأن تكون هي بنفس الوقت رمز من رموز الفساد، وبدأت المحاسبة بها. وهناك ضباط كبار ذهبوا إلى السجن، وطبعا مع ضباط آخرين ومستويات مختلفة، ومن ثبت براءته خرج من السجن، وهناك من هو قيد المحاكمة حتى اليوم بعد عدة سنوات. فإذا لم يكن هناك محابة، وكان هناك سؤال: هل من المعقول المؤسسة العسكرية في قلب الحرب؟ قلنا: المؤسسة العسكرية تحارب الإرهاب وتحارب الفساد، هي تحارب كل شيء، ولأنها المؤسسة العسكرية ستكون في المقدمة في كل شيء. الأولوية هناك من، وكان هناك لكي أكمل أيضا، كان هناك في وزارة الداخلية وفي وزارة الاتصالات، يعني كان هناك عدة مؤسسات، ولكن الآن طرح الموضوع لأن هناك جوانب في المجتمع، أشخاص، مؤسسات، هي محل اهتمام المجتمع، هي دائما تحت نظر المجتمع، فظهر الموضوع صح على الساحة، ولكن عمليا لا يوجد شيء جديد في الواقع. أما بالنسبة للمحاسبة، نعم هي مستمرة. بالنسبة لسؤالك، نعم هي مستمرة. سنشهد أشخاص يعني طالما أن هناك فساد سيكون هناك مكافحة، هذا الموضوع محسوم بهذا الظرف وبغير الظروف. هذا الموضوع يعني هو جزء من تطوير الدولة، لا يمكن أن نتحدث عن تطوير الدولة إدارة وغيرها ولا يكون هناك مكافحة الفساد، هذا بديهيات. هناك من روج بأنه الدولة احتاجت لأموال، أو أنه الحلفاء طالبوا الدولة بديونها لهم، فقامت الدولة بوضع يدها على أموال تجار بطريقة انتقامية، حتى البعض وصل لمرحلة وصف الموضوع بريتس كارلتون سوريا. ما تعليقكم على هذه؟ هم دائما يقولون، يصفون سوريا بنظام، لا يقولون دولة. ما هو الهدف من كلمة نظام؟ أن نظهر كأننا عصابة طغمة وهكذا، ولكن الدولة لها أسس، يعني دستور، يعني أنظمة، يعني ضوابط واضحة. نحن دولة ولسنا مشيخة كما هو الحال في بعض الدول، والدولة فيها دستور وفيها قانون. أول شيء في الدستور هو حماية، أو أحد أهم البنود، حماية الملكية الخاصة. لا نستطيع أن نأتي تحت أي عنوان أن نقول لشخص نحن أخذنا هذه الملكية. الآن هناك مصادرات كثيرة لأشخاص إرهابيين تمت مصادرتها بشكل مؤقت، يعني وضع اليد عليها، ولكنها لم تنتقل لملكية الدولة لأنه لا يوجد حكم قضائي، فهي بحاجة لحكم قضائي، مع أن هذا إرهابي. يعني أي شخص يقول بشكل بديهي يجب أن يذهب لملكية الدولة، لا، هذا بحاجة لحكم قضائي. فبهذا الإطار لا يمكن للدولة أن تقول تحت أي عنوان وضعت يدي على أموال، حتى ولو كان فاسد، لا أستطيع أن أقول له أنت فاسد أعطني أموال. هذا كلام يناقض أساس الدولة، وإنما إجراءات على أساس قانون. لكن فأولا إجراءات قانونية، هناك عدة حالات الناس تخلط بينها. هناك مجموعة من رجال الأعمال حصل اجتماع بينهم وبين المسؤولين في الدولة من أجل دعم الليرة السورية عندما بدأ التراجع السريع، كما قل بسبب حالة الخوف والحالة النفسية، لأنه لا يوجد سبب اقتصادي يدعو لانهيار الليرة السورية. فطلبت منهم مساعدة مؤسسات الدولة وخاصة المصرف للقيام بهذا الشيء، وقاموا بهذا الشيء. هذا لا يعني تبرع للدولة، هو يساهم يضخ عملة صعبة ويأخذ بدالها سوري، لا أحد يقدم للدولة تحريك اقتصادي، تحريك كمان بطريقة معينة، بخطة معينة متفق عليها، وقاموا بهذا الشيء وعطت نتائج سريعة. وهناك مكافحة الفساد. بمكافحة الفساد التي سألتم عنها قبل قليل، هناك مسؤولون وهناك أشخاص بالقطاع الخاص، يعني الفساد دائما مشترك. صحيح. وفي القطاع الخاص تم الطلب لكل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال، لأن الهدف باللغة العامية هو العنب وليس الناطور. نريد أموال الدولة أولا قبل أن نلاحق ونحول إلى القضاء وتذهب بالقضاء لسنوات. هناك وثائق، هل أنت مستعد لإعادة أموال الدولة؟ الكثير منهم عبر عن رغبته. فإذا هناك جوانب للموضوع في لكن لماذا يعني تم الترويج أو فهم الناس أحيانا هذه الأسباب التي ذكرتها؟ لأنه الملاحقة أو الموضوع المحاسبة طال فقط تجار، لكن لم نسمع عن أسماء مسؤولين، لا أسماء مسؤولين، وإنما فقط تجار أو رجال أعمال. لذلك عندما أقول بأن المحاسبة بدأت في الجيش وفي وزارة الداخلية وفي مؤسسة وزارة النقل وغيرها الآن مستمر، كلها كانت تمس مسؤولين بالدرجة الأولى، وكل الموجودين في السجون هم موظفين دولة ومسؤولين بمستويات مختلفة. لا يمكن أن تحاسب طرف وعنده شريك
آخر. هناك دائما شراكة في الموضوع، ولكن أحيانا اسم المسؤول لا يظهر لعدم اهتمام الناس، وأحيانا اسم القطاع الخاص لا يظهر لعدم معرفة الناس بهذا الشخص. القضية قضية تسويق إعلامي، ونحن لا نعتمد ولم نعتمد على موضوع تسويق إعلامي وبروباغندا بأننا الآن نحارب فساد. ما يهمنا الآن هو أن نكافح الفساد حقيقة ومن خلال الواقع وليس من خلال التطبيل والتزمير. نعم. لذلك يعني يتم الحديث عن مشروع قانون للكشف عن الذمم المالية لكل من يعمل في القطاع العام. صحيح. هذا مؤخرا الآن بدأ النقاش به منذ أشهر، وكان هناك ورشة الأسبوع الماضي تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية. صحيح. وهو قانون هام الحقيقة. الموضوع ليس بجديد، طرح قبل الحرب بحوالي عام، ولكن لم يكن في ذلك الوقت بصيغة قانون، كان بصيغة قرار يأتي أي شخص يدخل إلى الدولة ويصرح عن أملاكه لكي يكون هذا الكلام أو هذا التصريح مرجعية لسؤاله عن أملاكه التي ستظهر لاحقا. خاصة أن كان الكل كان يسأل، يعني سين من الناس لديه أملاك، يجب أن تقول لهم أين لك هذا. كنا نقول لهم لا تستطيع أن تقول من أين لك هذا من دون مرجعية، أنت لابد من مرجعية قانونية. هذا ما نقوم به الآن. خلل أساسي بموضوع الفساد هو القوانين، فالحديث عن من أين لك هذا هو هذا القانون، وسيشكل مرجعية هامة لأي شخص يدخل إلى الدولة بعد عام أو بعد 20 عام تستطيع أن تسأله من أين حصلت على هذه الأملاك أو هذه الأموال. ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال؟ يعني قانون الكشف عن الذمم المالية أو التصريح عنها هو جزء، ملاحقة الفاسدين بأخطاء معينة هو جزء، لكن الحقيقة إذا عدت للنقاش حول موضوع الفساد الذي يدور الآن خاصة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن كل شيء ما عدا أساس الفساد. أساس الفساد لدينا هو القوانين وطبعاً ما يأتي بعدها تعليمات تنفيذية، إجراءات، قرارات وإلى آخره. البنية القانونية للفساد هي المشكلة. لماذا؟ لأن أغلب الحالات التي تحول إلى القضاء هي عبارة عن تطبيق للقانون، وطالما أنه طبق القانون لو كان لديك قناعة كاملة بأنه فاسد ولكنه قانونياً هو بريء لأنه طبق القانون. القانون مليء بالثغرات. أبسط ثغرة من الثغرات هي كلمة يجوز. يجوز أن يقوم بكذا. لذلك كان اجتماعي قبل الأخير، أو ربما عندما أقسمت الحكومة، عندما قمنا بإجراء تعديل حكومي، كان حديثي عن موضوع تشكيل لجنة لتعديل القوانين، وأولا إلغاء الاستثناء. الاستثناء ليس بالضرورة أن يقول بشكل واضح يسمح للمسؤول الفلاني بإعطاء استثناء، وإنما ممكن أن يكون بكلمة يجوز. كلمة يجوز يعني أعطاني أكثر من احتمال لكي أطبق هذه الاحتمالات بحسن نوايا وأخلق فوارق بين الناس، وأطبقها بسوء نية وأقبض أموال، وبالتالي أكون فاسد بالمعنى المالي. لذلك بدأنا أولاً بكل ما يظهر من الاستثناءات بالنسبة لرئيس الجمهورية، بدأنا بها. يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بكذا. طيب إذا كنت أنا أريد أن أطبق القانون بشكل عادل، لا يمكن، لأنني سأعطيك مجال لكي يطبق هذا البند بحالة معينة، ولكن شخص آخر سأحرمه لأنني لن ألتقي به أو لن يصل بطريقة ما. فبدأنا بإلغاء هذا الشيء بدءا من صلاحيات رئيس الجمهورية. والحالات الاستثنائية الضرورية لأي مستوى كقانون الجمارك الآن أو غيرها، قلنا توضع ضوابط لا تترك بشكل استنسابي للموظف، لأي موظف بغض النظر عن المستوى. فإذا نحن لدينا استثناءات كثيرة، ولا يوجد لدينا ضوابط على الإطلاق بما فيها التوظيف وكل هذه الأمور. فإذا قوانيننا أيضا، ولو شبهناها بموضوع أيضا الخزان، هي مثقوبة بحاجة لسد الثقوب بقوانين جيدة. هذا ما بدأنا به، وبدأنا بقوانين الإدارة المحلية، لأن موضوع المخالفات الذي نراه في كل مكان جزء منه مقونا. طيب هل يا ترى القانون بحاجة لإعادة نظر؟ هذا ما يجب أن نقوم به. فإذا نحن نركز الآن على قانون الفساد، لأن ما نقوم به الآن من مكافحة الفساد هو معالجة للأعراض ولا يحل المشكلة. إذن هي مكافحة البيئة الفاسدة وليس الفاسدين. تماماً. وهنا أسأل عن دورنا كإعلام طبعا. أخيرا وشكرا تماماً. على رحابة صدركم سيادة الرئيس، تحملتم كل هذه الأسئلة.
كإعلام ومن ضمن فكرة محاربة البيئة الفاسدة لنا دور، وكيف ترون هذا الدور؟ دور أساسي جدا باتجاهين. بالمناسبة كان لقائي الأخير مع الحكومة مكرس فقط لموضوع دور الإعلام. أولا لأنني أعرف بأن الإعلام سيكون لديه أعداء كثر من الدولة ومن خارجها عندما يتحدث في موضوع الفساد لأسباب مختلفة، ليس فقط المصالح، ولكن نحن بطبيعتنا بثقافتنا لا نحب النقد، وحتى لو كان النقد عام نحوله مباشرة إلى حالة شخصانية ونعتبرها شيء شخصي، وتبدأ ردود الأفعال بالظهور، وهذا يخلق مشكلة كبيرة إما بمحاربة الإعلام من الأساس أو بمحاربة المعلومات التي أنتم تحتاجونها للقيام بمهامكم في هذه الحالة. فكان اللقاء هو فقط لدفع الإعلام الرسمي، أولاً لأن الإعلام هو أهم أداة في مكافحة الفساد. الفساد دائماً واسع ودائماً يشمل قطاعات كثيرة، لأن علاقة الناس بالدولة وعلاقة مختلف القطاعات بالدولة هي علاقة ليس يومية وإنما في كل ساعة، وبالتالي لا يمكن بأي آلية أن نلاحق كل هذه الحالات. هنا يأتي دور الإعلام باعتبار أن الإعلام يفترض أن يكون موجود في كل زوايا المجتمع، فيشكل عامل أساسي مساعد للكشف عن مواضع الفساد. النقطة الأهم التي تحدثت أو مررت عليها الآن عندما تحدث عن قوانين وعن بيئة وعن أشياء من الجذر بحاجة لإعادة إصلاح، من الضروري أن يقود الإعلام، وليس أن يكون أن يقود الإعلام عملية الحوار لعملية هذه الإصلاح. عندما أتحدث عن قوانين، الآن أنا في الدولة أتيت بقانونيين لدراسة الخلل، ولكن القانوني ليس بالضرورة أن يمتلك الرؤية. القانون يمتلك الصياغة، أن يقدم الحل لكن حتى لكن يمتلك الصياغة، والصياغة هي جزء من القانون، الجزء الآخر هو الرؤية. طيب من يقدم الرؤية؟ المسؤول فقط؟ لا، هناك تفاصيل المسؤول بحكم موقعه وخبرته لا يراها، وكل شخص في المجتمع بحكم وجوده بزاوية من زوايا المجتمع لا يرى الحل كله، يرى جزء من الحل. الإعلام هو الذي يجمعنا سوية للنقاش في هذا الحل. هناك جزء آخر رأينا الآن بأن هناك، أو نرى الآن لأنها فعل مضارع ما زال مستمر، بأن هناك فوضى نقاش وحوار على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا يأتي دور الإعلام الوطني لكي ينقل هذا الإعلام من السطحية ومن أحياناً الشخصانية ومن التشفي ومن الانتقام ومن فتح مجال للعب بنا من الخارج من دون أن يكون لدينا الوعي. لذلك هو يأتي ليضع منهجية حقيقية لحوار جدي ولحوار ناضج ولحوار وطني وبالتالي لحوار منتج. فالحقيقة يعول عليكم، ولو أن البدايات ما زلتم في البدايات من خلال البرامج التي بدأتم بها مؤخرا، ولكن الأفق للصعود بمستوى هذا الحوار ومكافحة الفساد ومعالجة القوانين ومعالجة الأسماء والفاسدين، الأفق أمامكم طويل جدا أو مفتوح طبعا لكي تقوموا بدور كبير. وأنا شخصيا أعول، وأنا شخصيا داعم للإعلام الرسمي بهذا الاتجاه. شكرا لدعمكم سيادة الرئيس، وهذا بالتأكيد يمنحنا عمليا المد، لكن يعطينا مسؤولية، يحملنا مسؤولية بالتأكيد. شكرا لكم، وأنا سعيد أن أقوم بهذا الحوار مع مؤسستين وطنيتين هامتين وأساسيتين، وبكل تأكيد يعول على دور المسؤول وعلى دور الدولة في مستقبل سوريا، سواء كان مكافحة الفساد أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من الأمور التي حاولتم أن تنقلوا فيها أو من خلالها وجهة نظر المواطن، ونحن نعول عليكم كإعلام بأن تكونوا وكنتم جزء من المعركة أيضا ضد الإرهاب وضد الفساد وضد التخلف وضد أي خطأ يأخذ البلد إلى الخلف بدلا من أن يأخذها إلى الأمام. أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم سيادة الرئيس.